تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما السادة الأفاتارات في كل زمان ومكان. أسعد الله أوقاتكم بالخير وبالمحبة أينما كنتم. كيف أحوالكم جميعا ومساءكم خير وروائع دائما وأبدا. في بداية اللايف يا داب، كيف الأحوال؟ إن شاء الله طيبين. طيب يا ريت نخلي كده لغاية ما الناس تبدأ تجي. كويس، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله بخير. كيف الأحوال؟ إن شاء الله بخير يا جماعة. أنا قاصد أخلي شوية كده الناس تصل كويس وبعد ذاك نتكلم، لأن شايف في ناس بدأت تجي. جوجو مارلي، اسمي أحمد الضيم البتة أول حاجة. ليك التحية يا صديقي، أنت ده البتة. مرحبا بك محمد عبد الباقي، فعلا يا جوجو أول تعليق. أوه حافظ العوض، الله يحييك يا جميل. أبو أحمد مرحبا بك. سليمان عبد الله، أوه عبده كتالوني، أنت يا زول مش كنت داير تبقى مدريدي؟ تاني مالك يا زول؟ ها الله يغايته، الناس دي بقت عجيبه ذاته. كيف احوالكم يا جماعه؟ ان شاء الله طيبين. ليكم التحيه والتقدير. وانا يمكن جاي هسي من جاكسون. زي ما شفتوا قبل شويه، انا كنت داير او عامل رافع صوره من هناك في الحساب ده، اللي هو من ارض الزحمه ذاته خلاص، ومن ارض اللخبطه زي ما بيقولوا، يعني حيث المواطنين يعانون بشكل فظيع، حيث المواطنين بيتالموا بشكل كبير جدا كويس. ف يعني انعدام المواصلات، شح المواصلات اصبح عباره عن مشكله بتأرق الجميع، مشكله الدقيق، مشكله الوقود. قبل الكلام ده كله الهامش كله بيغلي، قبل الكلام ده كله يعني ده اتكلمنا على مستوى الخرطوم. يعني لما نتلفت كمان على الهامش، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. تتلفت على الهامش كمان الموضوع يختلف البته خلاص. في مشكله بتاعت حفاظ على الارواح، في مشكله بتاعت امن وامان، في مشكله بتاعت دماء تسكب كل الوقت، في مساله بتاعت قتل ودمار خلاص. يعني الشغلانيه انت لو حسبتها بالخرطوم انت الان ما عندك ازمه، لو حسبناها يعني مقابل القتل والدمار وكده خلاص، بتلقى نفسك انت ما عندك ازمه البته. اذا خطيت نفسك انت داير ساعتين مثلا مواصلات، ما في قلت دي ازمتك. اذا خطيتها مع طايره غارت على جبل ولا على اسر ولا على سهول ولا وديان وقتلت ناس، انت ما عندك معاهم ازمه باعتبارك، دي لكم ناس الازمه الحقيقيين. لكن كمان العداله لا تتجزا، زي ما بنقيف مع الهامش بنقيف مع الخرطوم، بنقيف مع كل اتجاهات السودان. في النهايه القصد الاصلاح وليس القصد الافساد. فاهلا وسهلا ومرحبا بكم يا اخواننا. كثره الهجوم على اللايف بقت تسبب مشاهده منخفضه جدا، والحاجه دي نحن ممكن نتخطاها هسي جميعا بانه اي زول يعمل معانا شير من بدايه اللايف عشان نبدا في موضوعنا طوالي. ممكن اي زول يعمل شير للفيديو في كل الجروبات بتاعته الان. اي زول اللي هو اسفل الشاشه على يدك اليمين واسفل الشاشه على يدك اليسار اللايك، واسفل الشاشه على يدك اليمين الشير. وزي ما قال عبد الله احمد بن داقي، هو في مشكله ايضا بتاع الدواء، في مشكله بتاع الدواء. يا اخي انا بستخدم البخاخ عيار 32 64 بتاع الجيوب الانفيه ده، يعني ظللت ابحث عنه فتره طويله ما لقيته. صيدليات كلها يعني كانوا درمان محمد سعيد ولا الخرطوم المكنمر ولا الصيدليات الكبيره على الصغيره خلاص دهين. من يتماشى بنشوف لنا اي قطره، بنشوف لنا اي نصيبه، ما في مشكله. طبعا الجيوب الانفيه دي جابت لنا الاعتقالات يعني زادتها جدا خلاص. يعني انت بتكون قاعد في المعتقل بيرفعوا لك درجه البروده لدرجه واحد احيانا ينزلوا لك خلاص. احيانا تقعد ومع ناس والله العظيم في ناس ازمات دخلوا في اغماءات، دخلوا في شنو، حيث البروده الشديده في حته اسمها الثلاجه اللي هي موقف شندي. فانا قاعد في غرفه 96 يوم، الغرفه دي بس شفت برد والام مبقفيته. يعني الحياه دي بيعرفوها الناس المشوا موقف شندي في يوم من الايام، يعني الله لا وداكم. فشنو اذا كان انا كايس ده ما لاقي، طيب في غيري كايس دواء بتاع سكري ما لاقيه، ده الاخطر انا بشوفه. في زول كايس بخاخ بتاع ازمه ما لاقيه،
في زول كايس مصل ما لاقيه خلاص. فدي النقطة يعني خلاص، دي النقطة المهمة اللي هي كل هنا. فيا شباب يدكم معانا في اللايف، شير ولايك يا شباب للفيديو. انتوا اللي بتشاهدوا دي، الناس اللي معانا شايفين كلامنا صح، الواجب بتاعكم معانا انكم شيروا الفيديو، احموه من الهجمات اللي ممكن تصل، احموه من الهجمات. اول زول بيقول لي شيرت 10، اللي هو بيقصد في 10 جروبات. شكرا لك كثير يا كمبال، شكرا لك كثير. ونتمنى اي زول منكم يعمل شير على مستوى 10 جروبات زائد لايك اللي هي اسفل الشاشه على يدك اليمين، تكون ساعدتنا جدا خلاص في الهجمات بتاعت زي ما زمان كيزان برضه ناس تحتي سووا لهم كمان دجاج كويس. وكمان يا جماعه برضه ما بننسى خلاص، السودان كله بانه برين. في كمان مشكله، انا بالمناسبه مساله البكاسي بتاعت المواصلات دي جايه لك السعده خلاص، جايه خلاص. لكن لو اتكلمنا حتى على مستحمد عبد الباقي، وين شيراتك يا زول؟ خلاص لو مسكنا لك التحيه والتقدير، اذا مسكنا موضوع ال هنا بتلقى يعني سبحان الله، امشي اي حته الان بتلقى في مشكله واضحه الان خلاص، وبتلقى في مشكله واضحه بتاعت في نياله. الناس في نياله ظلوا يعانوا معاناه شديده من انقطاع الكهرباء لاكثر من 10 ايام، والكلام ده خطير يا جماعه كويس، الكلام ده خطير جدا. ما له نياله، ما له خلاص، حتى تقطع منا الكهرباء للمستوى ده كويس. اذا قطعت 10 يوم كهرباء في الخرطوم، الوطن دي كلها بتجوط وبتقعد كويس. اذا هسه قطعت في الخرطوم ساعه، بتلقى الفيس ده كله بننجن، وبتلقى الناس دي ولا حول، وده وضع ما يمكن، ودي الدوله العميقه ولا لا. لكن لما تحصل في الهامش عادي يعني، ما, ما ما موضوع خطير ولا موضوع مزعج ولا 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 ولا. فانقذوا نياله يا جماعه. يا اخي سلام يا اهل كسلة يا اخي، قبل ما نبدا يا اخي سلام يا كسلة، سلام يا شرق السودان الباسم، سلام يا تبايع اتنينا، سلام يا افاتارات يا اخي، سلام يا رجال التاريخ في السودان، وسلام يا نساء السودان التاريخيات في يوم من الايام، وللان نساء شرق السودان يا رب ارفع البلاء عن اهلنا في شرق السودان. يا اخواننا الان كسلة تعاني معاناة ما عادية، انا متابع مع عدد من اللجان هناك، يا اخواننا في وضع ما طبيعي حاصل. يا جماعة الحمى تفتك، الحمى تفتك باهلنا في كسلة، كسلة ثم كسلة ثم كسلة، كما حدث الحال في الفاشر قبل فترة. والان دي جات وبدأت بابتلاع الاطفال حسبنا الله ونعم الوكيل خلاص، وجات بوضع المستشفيات ملانة والادوية ناقصة، وحتى الدكتور ممكن يشتغل 30 ساعة زي ما بقولوا في اليوم يعني خلاص. الوضع ماشي خطير يا جماعة كويس. كسلة 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 خلاص، كسلة الان تعاني، كسلة الان تحتضر، وابناء رفعوا الهاشتاج بتاع كسلة تحتضر. والله كلامهم صح كويس، والله كلامهم صح. بيقول منور يا راكز حنشير لمن نفتر، تسلم يا محمد القاسم كويس. وانا زي ما قلت لو اي زول بيعمل 10 شيرات يعني بيكون ما قصر خلاص. ليه؟ لانه بيكون وصل لنا الرساله ان احنا دايريننا، وبيكون نشر معانا الفكره، وبكون وقف او قلل كثير من الهجمات الجائره على كل من يقول كلمه الحق. والداير يعرف كلامي ده صح ولا غلط، الداير يعرف انه اللايفات دي قاعد تتهاجم ولا لا، يعمل لايف هو وينتقد فيه الحريه والتغيير. يا سلام يا احمد عبد الباقي بيقول 30 شير تم، ليك التحيه يا احمد عبد الباقي، دائما وابدا ما شاء الله حاضر كويس. وين البقيه يا شباب؟ منير كيفك؟ خلاص دائما لما تفتح بتلقى انه يعني السودان دي الازمات بتاعته في الوقت اللي فيه، والناس بتموت في كسلة، في الوقت اللي فيه والناس بتموت في دارفور، في الوقت اللي فيه الناس في نيالة ما لاقين كهرباء، في الوقت اللي فيه ما يزال الناس يعانوا خلاص. الوقت ده ما شاء الله تبارك الله الحريه والتغيير شغاله بانها تلمع عليك ولا البوجي ضد عبد الحي يوسف، يعني سطحيه خلاص، وطواحين هوائيه، ومعركه فارغه، ودوران في حلقه مفرغه، والهاء للشعب، ودايرين الهو وعاين في الكوره اللي بديك سمح. انتوا بتعلمون الكوره يا حريه وتغيير؟ انتوا بتورونا تعرفين ليش شنو الكوره؟ هي ولا البوجي زاد عارفه شنو هي الكوره كم مسكتها؟ كده نجيب نخطها هسه والله قوانين اتحادات تلقاها ما عارفه اي حاجه فيها، خلاص خلينا نجي نخطها هسه على الان نقعد نسائلها في الكوره اذا الكره السودانيه دي بدات 200، هي ولا البوجي لو سالناها عارفه انه كره القدم السودانيه دي التاريخ بيقول عليها، بيقول انه اليونان، بيقول انه الصينيين اول من لعبوا كره القدم، خلاص بيقول الالمان كان بيلعبوا بالجماجم مثلا خلاص بعد الانتصارات في الحروب. لكن لو رجعنا لو جينا مسكناها، هل هي عارفه انه سكان الباديه في السودان اول من لعبوا كره القدم؟ بيقول لك كره القدم الصينيون اول من لعبوها، والانجليز نظموها، والبرازيليون اتقنوها كويس، دي كره القدم.
الصينيون اول ما لعبوها خلاص، والانجليز نظموها، عملوا اول اتحاد لكره القدم في العالم عام 1863. عارف الكلام ده انت ولا ابوشي؟ ما اعتقد طبعا، لانه انت يقول لك ايتي بس، يعني ما عليك حرك كثير في النقطه دي خلاص. فيا اخي نحن والله اننا ناظره في الرياضه دي كثيره، لكن ما بتلقى عارفه بتضيع، بنضيع زمننا ساكت يعني، ما بنستفيد حاجه كويس. فيبقى في حتة انتوا الان. شكرا لك يا سيم الهاري، بيقول 16 شير تم، شكرا لك يا سيم الهاري، اخليك التحية كويس والتقدير، والتحية لكل من يشير ايضا ومن لم يشير كويس. لو جينا مسكنا دي كرة القدم ذاتها يا اخي كم مسكنا. طيب الان هم لاهين الناس بالكلام ده كويس، زي ما قال الكاريكاتير بتاع صلاح له التحية كويس، جايب لقطة الولد يعني النفرين بيتكلموا، واحد قال له ها مشكلة العيش والدقيق والحاجات دي، ها عملتوا لنا فيها شنو الحل بتاعها؟ فقال له ما شايف عملنا دوري لكرة القدم للنساء؟ انت شكلك كوز ما قاعد تشوف الكلام ده مش كده؟ يلا شفتها، ديل الاغبياء بتاع قيادات الحرية والتغيير والاغبياء التبع. يعني انا بغيظني الزول اللي بيصنع من نفسه تابع، ما بيصنع من نفسه قائد. يعني الله سبحانه وتعالى خلقك عشان تكون قائد ما عشان تكون تابع خلاص. الله خلقك عشان تكون لك قيادة، تكون واضح في كلامك في آرائك، مش خلقك عشان تنجره عشان ده يديك بيجي وده يلف ويجي بيجي وده يرجع كده، لا تكون انت قوي حتى في اتخاذ قرارك كويس. فشنو يعني ان احنا جعانين والناس معانية؟ يقولوا لك قال شنو؟ والله يا اخي طبعا نحن طبعا منتظرين حل قانون النظام العام في كاريكاتير سابق لصلاح ذاته خلاص. ونحن والله حقيقة زي ما قال يلا لو مشيتوا ولا البوشي دي ذاته خلاص، لو مشيتوا فتحتوا الحساب بتاعه او راجعتوا الصفحة بتاعتها شباب، دقوا قبل ملصقات يا شباب، ملصقات شيرات سريعة يا جماعة، الفيديو تاني داري لخبط، شفتوا الكلام ده مين؟ بدنا نهبش الهجوم بكتر، لكن ما بنسكت، انتوا بس خليكم فرسان خيالة بس، شيرات على مستوى الجروبات اسفل الشاشة على يدك اليمين بس، انتوا خليكم كده ونحن بنخلينا بنقول كلمة الحق خلاص، ما عندنا مشكلة كويس. دي البلد الآن قاعدة تعاني، والبلد داخلة في التصدعات وداخلة في الانقسامات وداخلة في الصراعات، بعد ده كله جو دارين يخلقوا لك فتنة طائفية، دارين يخلقوا لك كارثة وفتنة مع التكفيريين. عبد الحي يوسف ده معروف من التكفيريين من زمان، وزي ما قلت لك مكفر حتى العسكري، حتى العسكري الشغال، مرحبا بك يا فيصل، العسكري الشغال في القوات المسلحة ده والشغال في الشرطة مكفرينه، لانه بياخذ من الحاكم الكافر. وعبد الحي يوسف في كتاب الاستبداد، الاستبداد بيقول شنو؟ بيقول هو ذاته من لم يحكم ينزل الله فاولئك هم الكافرون، بيجيب الايه دي خلاص، رغم انه في علماء معاصرين قال الكفر دون الكفر، الكفر اللي ليس يعني ما بتطلق عليه الكفر المطلق، وكلام كثير جدا كويس. فبالتالي يعني دي نقطه ان احنا نتكلم عنها بشكل واضح. شكرا لك يا عاصم يا اخي لك التحيه كويس. لو رجعت صفحه ولا ابوشي وهي بتتكلم خلاص وبتقول نفيسه تشوف حميدتي وبرهان معلقين في المشنقه، يا ولا ابوشي هل الان علق لك في المشنقه؟ ها انت كنت بتخش الشعب وبتلعبي عليه مش كده؟ تضحكي عليه مش كده؟ انت يا ولا ابوشي في صفحتك قلت البدعو الان للعوده للحوار، انا بقول الكلام ده لقوم تبع بتاع انقحت خلاص، يا قوم تبع بتاع انقحت كويس. يا اخي داير اقول لكم كلام، شكرا لك كثير، بيقول 30 شير في 30 مجموعه يا احمد، شكرا لك يا عيسى لك التحيه. شباب ساعدوا اخوانكم ديل شغالين شيرات ثقيله في الجروبات، فساعدوهم الان بالشير كويس. فيا اخي قبل فتره بتقول انه البدعو للحوار والتفاوض مره اخرى مع المجلس الانقلابي، هسه بقى شرعي ماري وكان انقلابي ما انقلبوا شرعي شنو، لكن على اي حال انت قلت البدعو الكلام ده معناها زول كوز وزول ده. طيب انت هسه قعدت في لب المجلس ده رايك شنو استاذتي الكريمه؟ يا جماعه ده ضحك يا اخي، يا اخواننا ده لعب على عقول الشعب السوداني، يا اخواننا دي فوضى ما بعد فوضى، خلاص دي فوضى بعد فوضى، اي زول داير يركب المويه بتاعت الشعب، داير يغتات على رفات المفقودين، داير ياكل لمصلحته، داير يخرب، داير يدمر، خلاص ليه يا اخي باي حق؟ كويس باي حق؟ خلاص تعالوا هنا نجي للموضوع بتاع البكاسي بتاعت حميدتي خلاص، بكاسي الدعم السريع، انا جايكم الان خلاص، انا جايكم ليه الان خلاص. شيرات ثقيله يا شباب، شيرات شيرات شيرات، شير يا شباب، شير لايك للفيديو بسرعه خلاص. شيرات انا ما داير يا اخواننا الناس اللي بيحاولوا انه يهاجموا يقللوا وصول الفيديو للناس خلاص، وبحاولوا انه يوقفوا التفاعل منه. فيا شباب انتوا بتهزمون بكثره الشير اسفل الشاشه على يدك اليمين، بس شير بس جروباتك دي تقش فيها شيرات بس ولايكات بس، فهمت؟ خلي شفت هجومهم ده كله يخسر يعني، فهمت؟ طيب احنا جايين بالتقيل كويس، وما حنسكت البتة خلاص. طيب نجيكم للنقطة بتاعت البكاسي، أنا زي ما قلت لكم الساعة قبل شوية شفت حجم المعاناة بتاعت الناس، ويوميا نحن بنشوف فيها، لكن الليلة عملنا لنا وقفات تانية
كويس يا اخوانا، طلعت دعوات كويس على انه ما يجوز الركوب في بكاسي الدعم السريع، وانه دي البكاسي اللي قتلت المعتصمين والكلام ده، يعني ده الكلام. طيب انا سؤالي، القاعد يقول الكلام ده منه هو؟ القاعد يحرك الكلام ده في الناس منه؟ القاعد يقول الكلام ده ويحركه؟ ديل ناس هم وقعوا على فض الاعتصام، يعني قيادات الحرية والتغيير الوقعوا على فض الاعتصام كويس، هم الآن هم اللي بينشروا في الكلام بتاع انه ما تركبوا في البكاسي. انت مالك ومال المواطن يركب تاكسي، يركب بوكسي، يركب طيارة، يمشي بكير؟ انت حشرك شنو؟ انت كتجمع مهنيين جيت وقفت معه؟ انت يوم واحد المواطن ده في حارة كده ماسكة فيه، يوم حارة لقاك جنبه؟ انت كحرية وتغيير يوم واحد المواطن ده بيعاني واقف في الصقيعة، انت جيت وقفت معه؟ انت الناس الاسرى الجرحى المجدعين في المستشفيات انت ما اشتغلت بهم؟ ما لكم على المواطن؟ زي كان لما يقولوا عصيان، اللي بيقولوا عصيان بيكون ثلاجاتهم مليانة اكل 6 شهور لقدام، اللي بيقولوا كانوا عصيان من قيادات التجمع الحرية والتغيير دواليبهم ملانة دولارات، الزول اللي بيكون شغال لما يعصي يوم يومين عينه بيطلع كويس، عينه بتطلع خلاص، يجي يقول لك لا ما نحن، هل الصوت يا جماعه هل الصوت فيه ازعاج؟ لانه واحد قال لي قال لايفك بيجي الكلاسيكو، لا لا يا زول ذاك الكامب نو، او انا طيب في زول بيقول الاسم شنو، الصوت مردد، الصوت مردد ولا واضح يا جماعه؟ في تعليق زي ده كويس، الا هم انت ما وقفت مع زول ولد جير من شركات وجاب عربات تقيف مع المواطنين خلاص، ولا باقي القيادات ما شفناها جات ساعدت، ولا الأموال جات أكثر من 2 مليون دولار في أرض الاعتصام اللي جات لتجمع المهنيين واللي جات للحرية والتغيير، نحن ما شفناها عبارة عن نقالات لخدمة المرضى، ولا شفناها خلاص إنها اتصرفت في حق المواطن البتة يعني كويس، ما شفنا الكلام ده. طيب إذا كان أنت عملت كده كتجمع مهنيين وحرية وتغيير، يبقى تاني تجي توري المواطن يركب شنو ليه؟ انتوا عارفين الناس المقاومين الحمله بتاعت ما تر... اوريك انا قلت الكلام ده الان ليه؟ خلاص بوريك موقفي كده ليه؟ انت عارف انا قلت الكلام ده؟ الناس اللي بيقولوا الكلام ده يا اخواننا ناس راكدين، راكبين لهم عربات فخمه ومكيفه، لا شغالين بمواطن، ولا ديل بيكونوا من الحزب الشيوعي، لانه طبعا الحزب الشيوعي معروف صفوي، معروف صفوي تماما يعني بدون نقاش، حزب بتاع اتجاه معين قبيله معينه كده فهمت، وحزب بتاع انه اولاده يمشوا قدامه لو مع البشير ولا مع غير ولا كده كده، فشنو؟ هو ما يعني زي زمان يجي واحد يقول لك بنعشق شمسها الحراقة في امتى؟ هو تلقى راكب اوباما امتى؟ انت تجيف المسكين في الشمس كويس، انت كمواطن تجيف في الشمس، لما يعمل ارجع للمفصولين تعسفيا يرجع احزابه، هو الحزب الشيوعي هو يرجع ناسه، وذاك يرجع وده يعينه والدخت وده يجيب قريبه وده يجيب، وخلاص على كده انت كمواطن ضيع، قال لك تمرق منه كده بيضحك عليك كان سالته خلاص، ده الكلام الحاصل. يبقى انا داير اقدر افهم اللي عنده الحق عشان يجي يقول ما تركب بوكسي ولا ما تركب طيارة ولا ما تمشي منو؟ ده سؤال، منو اللي عنده الحق ده؟ خلاص الداير يمشي الداير يركب، والناس هي ركبت في البكاسي. انتوا عارفين ركوب الناس في البكاسي دليل على شنو؟ ركوب الناس في البكاسي دليل على انه الضيقة اللي وصلته الناس، الضيقة اللي وصلته الناس يا احزاب، يا حزب يا شيوعي، يا باقي يا حزب الشيوعي المتسلق الجديد دار تسرق يوم 21 اكتوبر ومعاك التجمع اللي انت مسيطر عليه، انتوا ما عندكم دخل بالمواطن، انتوا ما قاعدين تهتموا بالمواطن، انتوا ما قاعدين تشتغلوا بالمواطن، انتوا بتخلوا حمايتي يكسب منكم الجوله في الميدان لانكم بله، الغالبيه بتاعتكم بله سياسيا، انتوا بتخلوا حمايتي يجي يفوز عليكم، انتوا السيول والفيضانات دي بتقتل في الناس وبتكسر في البيوت، انتوا ما تحركتوا ولا دفعتوا ريال من جيبكم، دارين تمصوا دم الشعب السوداني، الا ها مشى حميتيو كسب الجوله، وانتوا قاعدين ليه؟ لانه تفكيركم صفوي ونخبوي، قامت الحرب في بورسودان الا حميتيو قال لكم اتحركوا، حتى مشيتوا تحركتوا، هو مشى سبقكم قدام، قامت مشكله نياله مشى هناك، شنو مشى هناك، الاسي الان كويس؟ جاي جاب لكم البكاسي يا قيادات الحريه والتغيير. البكاسي دي لا جاء انتوا مالكم؟ انتوا خليكم مع الاصم في امريكا هناك يا اخي، مالكم مال المواطن التعبان البسيط اللي هنا؟ مالكم ماله؟ خليكم هناك
مع الأصم مع سيلي، خليكم مع النخبويين، خليكم مع الصفويين، ركزوا مع طائفتكم انتوا، خليكم كده، ما عندكم دخل تبقوا فيروس سام تقوموا تنشروا شغل انه ما تركبوا في البكاسي. دي ما بتعرف انت يا اسماعيل التاج لانك ما ماشي كداري، دي ما بتعرف انت يا الاصم، دي ما بتعرف انت يا سلك، دي ما بتعرف اللي هو خالد عمر يوسف، دي ما بتعرف انت يا الدقير، دي ما بتعرفوا انتوا يا ناصاتي على حد، دي بيعرفها، دي ما بيعرفها جعفر حسن عثمان الشخص التعبان ومركب قال اهميات كويس الكام بيكضب لنا، تذكروا في الاعتصام ذاك تذكروا، بس جعفر حسن عثمان والامنجي اللي في حلتنا هناك اللي كان حدثتكم عنه اسمه جاه الله، ديل اثنين ما لاقاني اغرب منهم ابدا. الامنجي اللي كان بيعتقلنا كل مره ذاك، انا قلت لك يعني الكذب بتاع السودان ربنا خطاه في جعفر حسن عثمان، والغباء والبلاده ربنا لماها كده ومجاه وكباها في عقول جاه الله عسكري الامن اللي هو جارنا في صالحه. فيلا شنو يعني الشغلانيه يعني بيدل لك على انه المواطن هو يفقر يقدح يشقى يعاني وما في نتيجه. الان في الملعب وفي الميدان حميتي انتصر عليكم 30-0 يا قياده الحريه والتغيير، انتصر عليكم 30-0، بيمشي بيفتتح المويه وانتوا هنا ولا البوشي وما عارف ليك يا اخي، والله بالله والله بالله مراهقين سياسيا، والله ما بيتصرفوا تصرفاتكم. تذكروا زمان موضوع العضه، تذكروا مش قلت لكم كان في غياده عضو في عضان، والغياده والله انا بعد بجيب اسمك والله كويس، الغياده كان واحد عضو في عضانه هنا الشكل دواس كده رحال على كف الغدر، التحيه لكل القضاري في الغراء كويس يا اخي. دي نقطه خلاص، الوقت اللي هم بيتصارعوا كان هم بيتشاكلوا هنا وبيمشي حميتي بيودي له قروش لاسر، الوقت هم بيتشاكلوا هنا بيسفر ناس برا بحاليهم. طيب انت كده ما خسرت الملعب، انتوا بتتكلموا سياسه ولا حاجه تانية؟ انتوا سياسيا يا حريه وتغيير انتوا فقدتوا ارضيه مهمه، انتوا عديتوا الزول ده الفرقه، انتوا عديتوا الفرصه، قاعدين تتعضعضوا وتتشاكلوا ها وعبد الحي وشنو ما عارف ليك وشنو فهمت يعني، انتوا بتصارعوا هناك، انتوا ما اهتميتوا بالشعب، عشان كده جه احمد تي من هناك شكيت جفاز عليكم، انتوا قاعدين واس انتخابات بيفوز عليكم، لانه احمد تي حيصوتوا للناس البسطاء الهامش والمتعلم فيه، الغالبيه ديل الان مع احمد تي ما مع الحريه والتغيير، طبعا دي الحقيقه اللي ما بيستوعبوها كثير من الشباب لانه تفكيرهم خرطومي، يعني ما مشى النيل الابيض عارف تفكيرهم شنو الان تجاه احمد تي، ما مشى شمال كردفان وجنوب كردفان عارف تفكيرهم الان شنو، ولا عارف انه مثلا الان دارفور في ناس ضده في ناس معه، ما عارف انه مقدارهم كم، بيحسبها بجيرانهم هنا خمسه قالوا ما دايرين واثنين هناك قالوا وواحد قاعد في اللفه هناك فهمت وذاته بكره مسافر الهند وشنو، خلاص بيحسبها كده بيفتكر انه خلاص كل السودان ضد، هي ما بيحسبوها كده، السياسه تختلف عن العاطفه. انا ما داير ادرس عن السياسه ها ابناء قحط خلاص، لكن السياسه بتختلف، اي دوله لها الجيوسياسيه الخاصه بتاعتها، اي دوله لها حواضن اقليميه ومجتمع دولي بيظل هو اللي بيرعاها وبيتعاون معاها، عشان الامريكان يخلقوا حاضنتهم الاجتماعيه والتعاون المشترك، خلاص قالوا السودان ده دايرين فيه سلام ما دايرين فيه حرب، قالوا تقبلوا باي هنا. ناس قوى نداء السودان من زمان رهنوا قرارهم لدى الاتحاد الاوروبي ولدى الامريكان، من زمان قاعدين لهم تحيتهم بيقولوا لهم خلاص ما في مشكله ما في مشكله، خلاص جو قعدهم قال لهم بس هبوط ناعم وبطلعوا لهم اولادهم دورات برا وشنو وشنو كده خلاص. فيلا شنو زي ناس سيلك ديل ومجلفطين مجلفطين ديل خلاص بنفس الصوره دي. يلا الكلام ده حصل في الفترات الفارقة، والان يا شباب الناس لو ما عملت حسابها خلاص الشغله ماشيه، يعني انت ما تغوط تيار بتاع يا مواطنين ما تركبوا المواصلات، يا مواطنين ما تركبوا مواصلات الدعم السريع، لا 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 لا، تعال قول لهم دي مواصلاتي، انت كتجمع ميانين وحريه وتغيير فشلت في انك توفر المواصلات، وفشلت لليل العيش بيجيبوا لك حميتي ولليل البنزين والجاز وما بتقول الحقيقه دي، انت كتجمع ميانين فشلت في الحاجه دي، جاي تسد الفشل بتاعك بانك تنبز البكاسي سجمان نسمة تخجل، انت بتشاكل هنا مالك، انت وين حاجاتك كده يا جماعه، انتوا مركزين معي في النقطه دي، انتوا مركزين معي في النقطه دي خلاص، انت ما بدل تجي تهاجم والقول بوك بكاسي، انت جيب عرباتك الناس تخلي البكاسي، انت جيب حل المساله ولا كيف يا اخوانا؟ كلامي ده ان شاء الله واصل لديكم واضح لديكم خلاص، الفكره ان شاء الله واصله، ما شنو انت قدم الحل
وينه؟ هل جابوا ناس تجيب محامي؟ يعني البساطة جابوها دي جابوها بديون وجابوها بثمن بخس دراهم معدودة خلاص، وكانوا فيها من الزاهدين خلاص. هل جابوا بها؟ قال البساط دي خدعوا بها الناس وغشوا بها الناس. لا حمدو كان موافق عليها ولا خلينا من السيناريوهات الكاذبة اللي بيقولوها دي. طيب انت لا جبت اسفنجة خلاص الميسان الزمان ديك، ولا جبت بوكسي، ولا جبت ركشة، انت داير المواطن ده ينجب عشان دولتك العلمانية يا علماني؟ انت داير المواطن ده ينجب في سبيل انك تغتص من كيزان، من شعبيين، من امة، من شنو كده خلاص؟ انت داير الشعبي ده ينجب ليك يعني؟ وانت سعادتك ما شاء الله يعني ترش الحديقة وترص الكراسي مش كده؟ انت سعادتك ما بين رنين الخماسي زي ما قال الوكي داك خلاص. فيلا يعني دي نقطة. المواطن اعمل شنو خلاص كده يا جماعة؟ داير اسألكم سؤال. واحد من الناس بيجي يقول والله كان بيت في الشارع، والله بيت يا هناي بيت ما في مشكلة، لكن ما تجبر الناس يبيتوا. انت بيت في الشارع، بيت ان شاء الله شفتها تبيت على مستوى جاكسون، شفتها ان شاء الله تبيت في الاستاد، ما في مشكلة، انت حر. لكن ما تجي تقول للناس ما تمشوا، لانه انت ما عندك لهم بديل. انت ما تجي تقول للناس ما تركبوا البكاسي. الناس اللي بيركبوا دي روحهم مارقه بقيفوا 9 ساعات، انت كان وقفتها زيهم والله توقفوا الاصم هناك ساعتين، والله تجي تلقوه هناي لا حول ولا قوه الا بالله كويس، والله تجي تلقى ذاب البته تلقوه كويس. اخواننا عشان نكون واضحين يا جماعه كويس، والله العظيم. فيا اخي انتوا الان خلاص، الان كحكومه كشنو ما عارف ليك يا اخي، بسرعه حلوا مشكله المواطن في المواصلات عشان تزحوا بكاسي الدعم، عشان تزحوا. ما انت قلت خلاص ما تنفع مش كده، يلا قدم لي البديل، قدم لي. هو في زول اسمه الحريه والتغيير ما راكب عربيه من القيادات؟ في زول ما بيملك قطع وكلام كثير؟ في زول ما بيملك الكلام ده كويس؟ انتوا بتملكوا الكلام ده وتحرموه على الشعب السوداني، تقول لهم لا ما تركبوا خلاص، تعالوا امشوا معاهم كداري بيمشوا معاكم. تعال يا اسماعيل التاج، تعال امشي معانا 5 كيلو مع المواطنين ديل، شفت اقطع الكوبري وخليك ماشي شفتها، ما في مشكله بنمشي معاك. لكن ما ممكن انت تكون قاعد في الراحه وتكون قاعد في عرباتك وتجي تقول نحن نرفض. ارفض راسك، انت من عشان ترفض اساسا؟ انت سالك منو اساسا؟ انت ما عندك دخل بالبروليتاريا في الشارع ديل، الطبقات الكادحه ديل، الناس الشغالين التعبانين، موظفه تلقاها واقفه 7 ساعات كويس؟ بتلقى موظف واقفه كده، وتلقى لك موظف واقف 5 ساعات، الناس دي عينها طالعه. جام بوكسي كان جاهم من الشيطان ذاته بيركبوا فيه. واستجابه المواطنين للركوب البكاسي علامه ايجابيه لحميدتي، ويا حريه وتغيير سمعوني صياحكم بشكل عالي عليك الله، ارفع عليه المسجل، سمعوني صياحكم. شوف الهباله السياسيه، هم لا بيفهموا في السياسه ولا ولا المهم يعني، رغم انه في مدهاقنا في العمل السياسي يعني في مدهاقنا، لكن شوف اللعب وشوف الفوضى. خلاص انتوا يا قيادات الحريه والتغيير، انتوا خلين المجلس السيادي، اتحدى المجلس السيادي والعين المجلس السيادي، خلوا المجلس السيادي يطلع قرار يقول ان هذه البكاسي منتهيه الصلاحيه وبالتالي فيها رائحه الشهداء ولا نقبل ان يركب فيها الناس. طلعوا قرار زي ذاك الرجال وكالنسوان، طلعوا اتحدى صديق تاوري يقدر يناقش موضوع زي ده خلاص، اتحدى كويس جدتنا عائشه في انها تناقش موضوع زي ده، اتحدى الجانب المدني البتة في انه يناقش موضوع زي ده. ما بناقش لك يا زول هوي ده ما خصما عليه وبيكون، ما بناقش لك موضوع زي ده. انتوا دارين توقفوا البكاسي دي وقفوها بفوق، لكن السؤال هو السلطة في يدكم انتوا في ولا في يد حميدتي؟ ده سؤال مجلس السيادي ومجلس الوزراء. الحكومة في يد منو؟ هتقول لي في يد حميدتي لذلك لا نستطيع. انت وداك تمسك شنو من البدايه وكيت هي ماسك حميدتي؟ انت وداك شنو؟ كده يا جماعه كده بصراحه كده، انت قلت الحكومه وما بعرف ليك وشنو شنو شنو، طيب انت وداك تمسك شنو؟ خلاص؟ انت قلت يا اخي حميدتي ده هو الماسكه وهو الملخبط وهو وهو وهو، قال وداك شنو؟ انت وداك للزول ده شنو؟ من البدايه. شباب ساعدونا بالشير واللايك يا جماعه، خلوا رسالتنا دي توصل عليك الله.
يا اخي عليك الله. المواصلات دي عندنا فيها امهاتنا، عندنا فيها ابهاتنا، عندنا فيها اخواتنا، عندنا فيها اخواننا، عندنا فيها اولادنا، عندنا فيها جيراننا، عندنا فيها معارفنا السودانيين من الوطن. يا شاب انا شغال اللايف. اي تعال كويس. فنحن عندنا الناس دي، الشعب السوداني ده عينه مارقه، يتسلق يتسلق سليقه بقى. بعد ده كله تجي تقول شنو؟ قال ما تركب عشان انت سايق عربيه؟ انت ما داير الشعب المسكين ده يركب؟ وهو اصلا يلا الشعبي ما بشاورك، بيجي في البوكس زي ده. الناس بيجوا اركب اركب، الحمد لله واحد لهم بيركب في البوكس بيتوهط في لب اللاندي، في لب اللاندي لما يتوهط في نص البته خلاص، حتى يقول يا قادر يا كريم اخ والله والله الليله ذات المواصلات زفت خلاص يا اخي. واحد بيقول ايه مشكله البلد دي بتتحلى، ذاك بيخش بيقول يا خلاها الحريه والتغيير الله اكبر عليهم يا اخي كويس، وذاك بيقول يا زول دي حقيقه، دي حقيقه. الشارع ده انت داير تكسبه، تعال قدم البرامج بتاعتك. انت داير تكسب الشارع، تعال قدم، تعال قدم برامجك انت. وما دايرين ندوات هسه يلا عينه ازمه المواصلات، وينه المواطن استفاد منها في شنو؟ يا هو مش شفتها مشتول هناك ومشحوط في كل المواقف وفي كل الشوارع وما لاقي كويس. قال اللايف بدا يفصل، ده غازي بيقول اللايف بدا يفصل. يا شباب شير، يا شباب شير 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 للفيديو يا جماعه، اسفل الشاشه على يدكم اليمين الفيديو يمكن بدا يفصل تقريبا كويس، بدا يفصل، فالهجوم بدا يكتر على الفيديو يا جماعه. ما قلت لكم الحقائق حاره يا اخي، الحقائق حاره شديد يا اخي خلاص. عشان كده لازم يهاجموا اللايف، لازم لازم ضروري انه يهاجموه خلاص. ليه؟ لانه كلامنا ده حار معاهم جدا، كلامنا حار بالمعنى كويس. فاسفل الشاشه على يدكم اليمين يا شباب اعملوا حمله هسه، ده دايرين من اي زول مكالمه، دايرين من اي زول شيرين ثلاثه اربعه خمسه خلاص، وبعد ذاك نستقبل مكالمه مكالمتين منكم ان شاء الله، او مجموعه كده من المكالمات خلاص. وهسه خلاص، فشير لايك بسرعه يا شباب، شير لايك بسرعه، خلوا الرساله بتاعتنا دي تمشي، وخلوا الرساله بتاعتنا دي تصل. الهجوم قاعد يتعاظم على اللايف يا شباب، وما تخلوهم يتحدوكم وينتصروا عليكم في التحدي. يا صديقي عملت لك اوكي، لكن للاسف الشبكه تمانع كالعاده كويس. فيا اخي خلينا من حميتي كويس ولا كعب، خلينا من الكلام ده كويس كده. اتكلم عن انه وين هي العربات اجابوها ناس قحط هسه. نحن عليكم الله اقول لكم حاجه كويس، اقول لكم وين الوعود. مرحب عيسى، عليكم السلام، تفضل. عليكم السلام عيسى، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. تسلم والله لكلامك الجميل وما قصرت. أصل الناس دي لسه ديما ماخذين، الناس بيقولوا دام اشتريه ودام اشتريه ودام اشتريه، ما قصر معهم يعني، وإن شاء الله نحن ما نقصر معهم يعني. وتسلم، اديك العافية. تسلم. رسالة رسالة مختصرة جدا يعني، ما طويلة حتى كويس، رسالة مختصرة جدا. طيب شير لايك يا شباب للفيديو كويس، خلوا الرساله تعبر تمشي. طيب مرحبا المهندس بك، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل استاذ. يا مرحبا بك، تفضل، سامعينك. كيف اخبارك؟ الله يحييك، تسلم. والله يا استاذ انا ما عندي علاقه مع السياسه ولا بعرف سياسه، لكن بستمتع لما انت بتتكلم عن السياسه وبتبل التجمع المهنيين العواليك. والله العفو يا صديقي يا اخي، انا متابعك صراحه يعني، انا زول كروي متابعك من زمن التعليق والحاجات دي، لكن فجاه انجذبت للسياسه عشان انت كلامك في الفل يعني، انت شايف مصلحه المواطن. وانا بدي تحيه من هنا للدعم السريع ولحميتي، ونحن بنركب البكاسي غصبا عن اي زول لانه ما لقينا غير حميتي اصلا. طيب يا مهندس، انا داير اسالك سؤال. انت واقف مشحوط في الشمس خلاص وما لاقي مواصلات تمشي بها، وجاك البوكسي ده وقف، حتقول والله مولانا اسماعيل التاج قال ولا القصم قال؟ يا مولانا ابو مارلي، لا حول ولا قوه الا بالله. انا والله العظيم يعني لما بدا تجمع المهنيين احنا بصراحه قلنا خلاص ذيل السودانيين الاصليين، ذيل اللي هم اللي برجعوا لنا حقنا، وذيل هم اللي بعيشونا مرتاحين، وذيل هم شنو. لكن للاسف عندك الاصم في امريكا بيصور لايف مع بنات، انا ما عارف ذاته بجيبوه من انه بارز السودانيه كمان دكتوره، ده الاصم مع مشاكل الشعب. ما له مال مشاكل الشعب، أموره مجيها ومسكسكة كلها زي ما بقوله. أنا اللي واقف من الساعة 7 مساء لحد اللحظة
انا سي حاليا ماشي بكرعي، خشيت بي جوا اسمه شنو، هو دول بحري، اها لا تحت الكوبري بكرعي وماشي، لسه ما في مواصلات. ليه ما نركب البكاسي؟ نحن جينا البكاسي ما لقينا، احنا ناس شغالين، احنا ناس شغالين بدروعنا. لا يلا استنى يلا وما يا معيز، انا قلت لك يا معيز انت ما تركب البوكسي ده حق الدعم السريع، مش المفترض اوفر لك البديل؟ يا اسي احنا غير الدعم السريع لقينا شنو؟ اول حاجه لما المظاهرات الازمه، الحمد لله بنلقى الحفله مكتوب على الدعم السريع مجان، لو ما فضل الا يدينا وجبه كمان. هن ادونا شنو؟ ما ادونا اي حاجه، حتى اسي ما ادونا اي حاجه، ما شفنا منهم اي حاجه. القحات دي اللي تعبوا منك تعب اها في النهايه يو عملوا لنا كمان كوره بتاعت نسوان، قلنا خلاص نسلمها شويه، منعونا الدخول ده خلاص يعني شنو، عشان عبد الحيوسي وقال لا ده غلط وده غلط، حسوا بحاجة هم يعني ولا شنو؟ والله في النهاية نحن فايت بنشوف الصح، بس انت شايفين انك صح، نحن معك انت تسلم. بتقول انت نحن معك، العفو يا صديقي يا اركبوا اخي، كاس شكرا كثير استاذ المعيد، لك التحيه ولكل الشباب اللي هم متداخلين معنا، شباب الناس تكثر الشير، وخلي كل اخوانكم يقولوا ارائكم خلاص، لانه الشير بيساعد في انه توصل الفيديو لغيرك خلاص، وكذلك اللايك، فبالتالي دايرين الحملات تستمر. في ناس يا جماعه الواحد بيعمل 20 شير، في ناس 30 شير كويس، في ناس واحد بيعمل 20 شير، في زول 30 شير زي ناس ود عبد الباقي ديل والبقيه خلاص، لكن في زول ما بكلف نفسه يشير مثلا، فيا ريت يا اخواننا نحس انه نحن كده الناس تواصل الشيرات بتاعتها. طيب كم نفر يا جماعه طلبات من كثرة الهجوم ما قادرين نقبل كثير من الطلبات، لكن هسه على الآن كده أنا مرسل يمكن طلب يا أخوانا، إن شاء الله الصوت والصورة في اتساق خلاص، إن شاء الله الصوت والصورة سوا يعني ما يكون في لخبطة كويس. فيلا أنا ما ممكن أنت تجي تقول لي ما تركب في العربية كويس، وتقوم يعني يا تجمع المهنيين أنتوا دايرين تمشوا تديروا اجتماعاتكم خلاص، دايرين تديروا اجتماعاتكم هناك في بابا كوستا وفي غيره وفي جاردين سيتي، والمواطن التعبان المسكين يكون واقف مشحوط في الشمس بحجة انه انتوا لسه ما عملتوا. يا اخي انتوا والله كان خليناكم 7000 سنة ما تعملوا حاجة يا اخي، ده طغيان وعدم فايدة عجيب يا اخي والله، زي ما قال عبد العزيز عبد الله، الدواس في الوادي والسلام في الرادي. يا اخي والله الكلام ده قاله زول امس في اللايف، جميل جدا كويس، وده الحاصل فعلا كويس. فانت ما ممكن تقول لزول الكلام ده بعدين يا اخواننا انتوا قبل فتره الجيش ده تذكروا، قبل فتره نزل العربات بتاعته، الناس ركبت في عربات الجيش. طيب انتوا الجيش ده ما قتل الناس، انتوا متذكرين الا القياده مالكم؟ مع انه القياده دي الناس اللي بيقول لك ما تركب بوكس يدينهم ملطخه بالدماء، هم مش وقعوا على فضل الاعتصام، وامسك ناس الجيش ديل قتلوا الناس لما عينهم مرقت، قتلوا الناس، ناس الجيش ديل في كادوغلي وفي جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، ولا ديلك ما ناس، الناس بس الا شهداء القياده، ولا الناس الا شهداء الخرطوم. الناس دي ما ماتت في دارفور دي من 2003، من 2003 الجيش ده بيقتل فيهم طيران وقنابل عنقوديه وغازفات صواريخ، وكده الدعم السريع عنده جيش ولا كان هناك؟ انت ليه ما ليه ركبت في عربات الجيش؟ ما تقول لي الجيش وطني عنصري، بيقولوه ناس من اتجاه معين لانه ضامنين قيادات الجيش في يدهم، هم دايرين الجيش لانه اهلهم القيادات، ما يقعدوا يتكلموا ساكت. فاذا انت عليكم السلام يا محمد. السلام عليكم ومساء الخير يا بطل. الله يحييك يا اخي، تكرم يا اخي، تفضل. كيف الحال يا بطل؟ ان شاء الله طيب. بارك الله فيك، تسلم. اول شيء حابين نطمن على اخوك مصعب، ان شاء الله بخير يا اخي. لا بخير والله، عاكف له على رؤية محددة لكن بخير، لا ربنا ان شاء الله يدي العافيه. تسلم كثير والله. يوميا متاخر في اللايف لكن اللي حصلت الحمد لله. اتفضل. طيب انقطع الاتصال، شايفين يا شباب، شايفين ضرورة الشير يا هو، الاتصال انقطع يا جماعة كويس، الاتصال انقطع، فشير لللايك. اول ما محمد لودن ده بدا يتكلم طوالي يمكن الدوله العميقه الفيسبوكيه، الفيسبوكيه الدوله العميقه بتاعت الحريه والتغيير طوالي تقطع علينا البث. ليه؟ لانه الكلام ده قد ما ينفع معاهم كثير كويس، احنا عجزنا يا جماعه. فيلا يا جماعه ده الحاصل كويس، باختصار ده الحاصل،
يبقى اذا انا احمد ده داير اعترض اجيب البديل خلاص. واذا كان المشكله مشكله بكاسي الدعم هي اللي قتلت المتظاهرين خلاص تمام، انت ما اشوفك تتكلم عن الجيش ولا كلمه ايجابيه معناه، ولا تشكر الجيش لانه الجيش ده برضه قتل، ما كله لكن الجيش ده قياداته دي وقعت على القتل والابادات والحروب. ليه بتشكر الجيش وبتشيطنه في ديل؟ ما العداله لا تتجزأ. اذا انت دار تحارب الجيش، اذا دار تحارب الدعم معناه تحارب معاه الجيش، عشان تكون المساله واضحه. هو فيها قوه مسلحه في السودان ده ما قتلت المواطنين، هي فيها قوه مسلحه في قبل اليوم ما قتلت. بيقول تم التشهير على 50 جروب. شكرا لك كثير يا نجود، شاكر لك جدا خلاص، وشاكر لكل الشباب اللي هم معانا. ف ف ف ف يا اخواننا طيب اها نجي لاكتوبر ولا لا؟ كويس، كثير من الناس منتظرين يتكلموا عن النقطه دي. اها نمر الان على موضوع 21 ولا لسه؟ كلامي ما يوجعك يا احمد صالح، ما يوجعك الكلام ده، ما يوجعك لانه انتقد ليك القوم اللي انت تابع ليهم، ما يوجعك لانه انتقادنا وهجومنا ما بأثر بحاجة في انت، انتقادنا وهجومنا ما بغطي على اخطاء القوم اللي انت مسلمهم اضنينك خلاص. فما يحفظوك كلمة وتجي تقولها ساجد انت ما عارف معناها كلمة، دي ما عندها اي علاقة بالمناسبة. طيب نمر الان اذا على ادهم بيقول مر خلاص، نمر الان على موضوع يوم 21 اكتوبر. يا اخواننا نحن من اي زول يكتب لنا مطلب وشايفه، انا بشوف من هنا كمواطن سوداني خلاص انه يا اخي مطلب تسليم البشير الى الله هاي ده ضروري جدا، مطلب تسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية. يا جماعة المحكمة الجنائية نعم ما فيها اعدام لكن فيها سجون في جزيرة، زول بيعاملوه كأنه انه ما بشر، بيخافوا منه، ده زول قاتل ده سفع كده خلاص. فبالتالي الان كويس موجودين المحكمة الجنائية، نحن نرفع صوتنا نضمه ليه. في زول عنده يا جماعة رأي غير كده من حق أي زول طعن يكون عنده رأي، لكن البشير لازم يسلم للمحكمة. يا جماعة هنا ما في عدل يا أخواننا، لسه ما في عدل هنا يا أخواننا. البشير ده بكرة بيتفكى، بكرة بهربوا لك مصر، بكرة بهربوا لك السعودية، ما قصوا ما بعيدة كويس. موتوا بغيظكم أيوة يا جحاتة، أحييك يا أحمد فعلا ده الكلام كويس. يوم 21 أكتوبر ده يوم مزلزل. انا واحد من الناس بشوف من الحاجات الضروريه خلاص انه البشير ده خلاص يتسلم للمحكمه الجنائيه اول حاجه خلاص. ودايرين الناس على فض الاعتصام، والناس اللي قتلوا الناس في فض الاعتصام كلهم، واي زول كان شفته من القوه دي حاضر يجي يشهد خلاص، لكن يجيبوا لنا الوقت اول حاجه كويس. خلي الحزب الشيوعي ده يسرق الموضوع يقول قال خلاص. اسالك من انت حزب صفوي في نفسك خليك عليك الله هناك باتجاهك الواحد ده خلاص. انت ما قومي على السودان كله اساسا، انت دار تتسلط تلحق الوضع لانك شفت الهامش الان يتحرك، دار تجي تقتل الحراك بتاعه وتوئده يا حزبي يا شيوعي، فده الحاصل كويس. ايوه بيقول لي محاكمه من قام التوقيع على فض الاعتصام من عسكري بالضبط كده، نحن دايرين الكلام ده خلاص، عشان ما يجي يقول لك قال ما تركبوا بكاسي الدعم وما تسوي. قبل ما يقول لك كده قول له يا اخي انت طلع لنا قاده الحريه خلاص ما عارف حاجه كده، تعال طلع لنا القيادات اللي قامت بالتوقيع على فض الاعتصام ده اول حاجه خلاص، عشان نحن نتحاسب كويس، عشان نحن نتحاسب اي مخطئ يتحاسب. مساء الخير يا مساء، مرحبا بك. معليش يا الله يقطع هجوم تقيل. لا ما مشكلة، بس الشيرات يا شباب شيراتكم الله يفرق بقى زي الكلاسيك وننتظرك. تكرم يا اخي تفضل. والله معليش انت مشيت قدام، لكن حارجع للنقطة حقت الدعم السريع. الدعم السريع والله هو النقطة والنص الدعم السريع، يعني شوف المواصلات المجانية الرش الإزعاف المجاني، ثاني انما الحال الغوافل المتضررين من السيول والامطار، يعني نقول جزاء الله خير، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني ده حقائق واقعيه شغل في الميدان احنا ما بنشوفه بعيننا. طيب التبني بتاع التجمع ليوم 21 رايك فيه شنو؟ والله قدام يعني التجمع جا داير يسرق الفكره طوالي، رايك شنو؟ لا بدنا كنسل ان شاء الله، هو التجمع بعد كده بقى ظاهر يعني بقى معروف، الناس شافت الحاصل شو
يعني ما عمل اي شيء غير الرجوع، لكن نفس المنهج والفكر ونفس اي شيء. طيب نحن من مطالبنا اليوم 21 اكتوبر، من مطالبنا انه الناس اللي قاموا بالتوقيع على فض الاعتصام يجب انه يحاكموا ونشوف الحاصل شنو في موضوعهم، وكذلك من قتل الناس في فض الاعتصام. والله يا اخي النقطه دي يعني انت سيبتها كتير، انا بقى مشوقين زاد عايزين نعرف الناس دي منو، فما عدتنا الاسامي ليه حسه. يلا، ما بالأولى إن الناس دي يقدموا أيضا لمحاكمة. اكيد اكيد اكيد. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، نحن شايفين من مطالبنا إنه البشير يعني يسلم إلى المحكمة الجنائية، فكده وريني أنت ذاتك مطالبك شنو لليوم ده. والله يا اخي ما عندي عنه فكره كثير، لكن يعني من الشيء الحاصل ده ولا الواقع ما في شيء، ما في اي تقدم والله، نعم، ما في اي انا تقدم يعني، شاكر هو لك. لسه مشكله الغذاء والحدايه دي لسه عاليه يعني. نعم، خليك معانا متواصل ابو حميد، شكرا لك. وكذلك ايضا في عدد من الشباب دايرين يدخلوا معانا الان في مداخلات، فشير للفيديو يا اخواننا. نعمل كده نظام بتاع وقفة ثواني، وقفة ثواني بسيطة كده. في الثواني دي يا جماعة دايرين من كل زول بناس الجهسي والجبيل شير للفيديو يا اخوان، احنا بنكرر الكلمة دي لانه الفيديو اللي هو هنا في الحساب بتاعنا ده بتاع احمد الضي والبشاره، الحساب جديد خلاص ففيها هجمات كثيره، فاي زول شير للفيديو اسفل الشاشه على يدك اليمين زائد لايك خلاص، وصلوا معانا الرساله دي يا شباب، وصلوا معانا الرساله واحموا الفيديو ده، فيا ريت نديها صمت زي ثواني بسيطه ونشوف رايكم شنو. الناس طوالي تبدا ترجم بالشيرات في جروباتها زائد الملصقات. طيب بيقول لي تمام، الناس شيرت يا شباب، شيرتوا؟ طيب يا كريم، خليك حندخلك السي. طيب الخط ما خش مع واحد من المتداخلين. طيب نرجع لك يا كريم. كريم كده انا عملت لك الدعوة كويس، اسحب دعوتك واكتب لي دعوة يا كريم، اسحبها واكتب لي دعوة. عادي قاعد تحصل. سلام ورحمة. سلام ورحمة أخي أحمد، الله يحييك. عليكم السلام. أخبارك وصحتك؟ الله يكرمك يا أخي، تفضل. الله يتمنى نشكرك على اللايف، وطبعا الثورة ايوه نعم، سامعك بس صوتك قطع. قلت لك الثورة دي ما عندها حدود، نعم، احنا لازم نستمر لحد ما نوصل لغايتنا. الحاجة المهمة الدار أقوله، لازم الناس تتوحد، الدولة عشان الدولة كلها تشيلنا لازم علينا نتوحد، نطرد الكيزان ونطرد الأحزاب القديمة في الدولة السودانية، ده سبب المشكلة. وأنا أحيي من هنا عبد الواحد محمد نور، الزول ده والله أنا كنت بختلف منه، كنت ما قاعد أسمع كلامه، لكن الزول ده أنا ما قاعد أسمع في كلامه، الزول ده كلامه كله حقيقي، شخص لك مشكلة رغم من أنا الدولة ما قاعد أتكلم. السودانية تماما. الزول عارف مشكلة الدولة السودانية، أنا ما كنت قاعد أستمع لعبد الواحد والله بصراحة كده، أنا من دارفور لكن ما كنت بستمع لعبد الواحد، أكون زول واعي. تيجي الليلة لما تيجي تشيل شكل الدولة السودانية ما حضرناها زمان، لما الناس بتيجي تحكي لك أبهات تقول لك والله حصل الثورات في الدولة ما يصلح، لما جينا علينا للثورة دي ولقينا نفس الأحزاب القديمة جات، نفس الأقلية القديمة الماشية، لكن لما رجعنا لكلام عبد الواحد لقينا الكلام ده حقيقي، لأن الدولة السودانية دي في فئة معينة مفتكرة الدولة دي حقها هي، الدولة دي حق كل الناس، كل الناس، عشان نبني للدولة كل الناس لازم الأحزاب القديمة دي تسقط. الحزب الشيوعي ارتكب جرائم في الدولة السودانية، الحزب صادق المهدي ارتكب جرائم، في المرغن ارتكب جرائم، المطار الوطني ارتكب جرائم في الدولة السودانية. يعني هنا لما نقول لك الدولة العميقة، ما بنقصد بالكيزان برا، الدولة العميقة دي في كل الأحزاب القديمة اللي قاعدة في الدولة السودانية هي الدولة العميقة. نعم، الناس دي لو ما سقطت تستمر، وانا احيي من هنا الشعب التونسي، الناس اللي اختاروا رئيس مستقل ما عنده علاقه بالحزب،
لانه فكرتهم نفس الاحزاب القديمه القاعده في الدوله، في الدوله التونسيه نفس الاحزاب القديمه القاعده في الدوله السودانيه هسه، يا زول نفس ان الابنيه ونفس التماسيح التفكير. بتاعينا ديل ما يدوك فرقة. لا لا يا زول بدونا فرق عليهم، بقينا شعب واعي يا احمد، انه كل ناس واعيين الانتخابات الجايه دي لو طلعت نزيهه ما نزيهه الحزاب القديمه ده ما عندها مشكله، لان الشعب الزول بقى واعي، يعني احنا بنحرس انتخاباتنا بنفسنا كشباب، نعم بنحفز انتخاباتنا بنفسنا، الاحزاب القديمه دي ما عندها، عشان كده الاحزاب القديمه هسه ممكن كشه ليه؟ لان عارف نفسها في الانتخابات الجايه ممكن وتظن تجيب صوت. واضح يا شباب، صوت شريف ده، شريف آدم ده الصوت واضح لديكم، الصوت واضح عنده، يشاركنا بالشير، بالشير واللايك. اتفضل يا شريف فاصل ورايكم في الحقيقه الانتخابات. ده اقول الاحزاب القديمه دي تعرف ممكن مكنكشه في الدوله السودانيه، ليش؟ لان عارفه نفسها في الانتخابات الجايه صغر ما بتجيبها، لا تقول لي صادق المهدي، لا تقول الناس بقت واعيه الليله دارفور، الاحزاب القديمه لما تمشي دارفور بواجهها بنفس انت مقتنع الناس ما بيطلق غير الخرطوم، لا بقدر امشي الشمالي بيقولوا كلام ده، لا بقدر امشي كسلة بيقولوا كلام ده، لا بقدر الكلام ده بيقولوا في الجبال النوبل بيقولوا في الخرطوم، نعم لانه في الخرطوم في ناس في الخرطوم برضه في ناس مستفيده من الدوله لما تكون قاعده، لان مصالحها ماشيه تجاريه ماشيه، بيبيعوا بخشوا بضاعه بدون ضريبه. الناس لما تتكلم عن الدوله ما بنتكلم عن الحكم بس، بنتكلم عن في ناس مستفيده في الدوله السودانيه دي، عشان كده ما دار الدوله تتغير، وهنا لازم نغير، احنا كشباب لازم نقف مع بعض نخلي رأيكم شنو يا التخوين جماعة في ونخلي كلام شريف البرنامج. ده؟ رأيكم شنو؟ أنا بالنسبة لي كلام واقعي ومنطقي شديد. الناس تخلي التخوين ونبني مع بعض كشباب، خلوا الناس انسوا ابهاتنا، انسوا ابهاتنا، في ناس لسه بتتاجر بالدين، في ناس لسه بتتاجر حتى في ناس بتتاجر باسماء الحامش عشان تكون قاعد في السلطه. انا هنا لازم نجتهد كشباب، كشباب نجتهد. رواندا دي بنتها الشباب، الناس بيقول لك قال رواندا، رواندين بنوها الشباب، الشعب الرواندي اي اتفق، لكن الشباب الرواندي هو اللي بالدور الكبير، انك الدول الاوروبيه دي بنتها الشباب ما بنوا الاجهزه الكبار، بنات الشباب عيال الاجهزه احترموا واحترموا ايش يعني، اجهزنا لازم يحترمونا عندنا كشباب، ما ممكن يا اخي انا نزول انا عمري 24 ولا 25 سنه يحكم نزول عمره 199 99 سنه، على كده كلام ما شوف منطقي اصلا المجلس بيعطي. السيادي ده ذاته دليل على الكلام ده لأي درجة. يا اخي تعرف المجلس السياسي ده على حاجه واحده، تعرف المجلس السياسي الناس ده حد اتفقوا معاهم في حاجه واحده، رغم انه الثوره دي الناس ده اتفقوا بحاجه، قال لهم يا اخي احنا ما عندنا مشكله هنعافيكم من المجلس اللي عملتوها في الاسم، بس في النهايه شنو؟ ادونا جزء من السلطه. ما قال لهم زاد ادونا السلطه كلها، قال لا ادونا جزء من السلطه نحميكم منه، المجازر اللي ارتكبتوه في دارفور وارتكبتوه في الكل نحميكم منه، وارتكبتوه في الخرطوم ادونا بس جزء من السلطه، عشان نشوف شوف الاحزاب القديمه تفكيرها كيف. يا اخي انت عندك السلطه في يدك، تيجي تقاسم ما زول مجرم حصل ايش شنو؟ والحاجه الثانيه دار ارسلها من هنا، الناس لازم توحد، سواء كان حركات سواء كان شباب، حتى الحركات ذاته انسوا قياداتكم الكبيره برضه بتلعب مصالح شباب، الحركات لازم تتوحد، تتوحد لمصلحه الدوله السودانيه، لمصلحه الانسان القاعد في المعسكرات، لمصلحه الانسان المشرد، مصلحه الانسان اللي بطلع بقطع البحر عشان بموت، والله العظيم انا هنا قطعنا البحر وجينا اوروبا دي قاعدين، لكن في ناس قدامنا ماتوا البحر ده، والله ثاني لو قال ارجع البحر ده ما بتقدر ترجع. الناس دي لازم أن نتوحد نبني دولتنا ونرجع ونبني دولتنا زي ما احنا عايزين، نبقى زي ما الاوروبيين أننا حاجرنا لهم ذات يحاجروا يدونا، لانه بلدنا الناس بقت تحاجر تمشي رواندا من اوروبا، عشان اديكم معلومه من هنا انت عارف الاوروبيين حتى الشباب اللي قاعدين هنا في اوروبا عندهم الجوازات دي، الناس دي كلها سواء كان سودانيين افارقه كلهم حتى الاوروبيين بقت تمشي بقت تحاجر رواندا، لان انت عارف الرواندين عندهم سياسه كيف، الرواندين فتحوا الاستثمار لكل زول، انت بس في النهايه انت تجي تستثمر اكثر دوله في العالم بيفتحوا لك يلا يلا بيفتحوا يلا لك شوف بقول تفكيره لك انه بيفتحوا لك السياحه عشان تدخل الدولار وعشان البلد وعشان وفي نفس الوقت هنا ناس الحريه والتغيير قياداتهم يحرشوا في الدعم السريع عشان يمشوا يتصادموا مع عبد الواحد في جبل مره. شوف التفكير بين المعارضه دي والمعارضه دي. ما انا الكلام اللي قلت لك انت عارف الناس دي مفتكره بان هي السلطه دي، يخبط مريم صادق المهدي قبل كده ما جات هنا في اوروبا قال شنو الكلام ده قبل شنو قبل كم سنه، قال انا ما داري ثوره تحصل، لان قال في ثوره وي شباب قايمه وثوره حامش، قال الاحزاب القديمه ابتدى الكلام ده قالته في شريط مسجل وعندنا لا مسجلينه عن هنا قدام، الكلام ده قالته لان في اوروبا، قال انا ما دايرين ثوره بتاع شباب لانه دايرين، قال الثوره دي ما بتجيب الاحزاب القديمه، الثوره دي ثوره حامش ثوره الشباب وايه، قالت الكلام ده ما قالته صادق المهدي، عارف الكلام ده ما نفس الاسره الطافه دي. رواندا دي تعرف في حاجه ناس، رواندا دي اكثر دول انت لو سافرت الليله يا احمد خشيت رواندا دي في الطيران من المطار ممكن يصدق لك اسم بتاع الشركه من المطار، لا اجراءات لا لك اي زول اي موظف بعمل لك اجراءات بسهل لك برنامج، والحاجه الثانيه اي زول مستثمر هناك عندك 80 كيلو بتدخلها عن طريق الطيران بدون جمارك،
يعني دخل اي حاجه، دخل ممكن تفتح استثمار بتاع اي حاجه. أمم الناس كلها مفتكرين انها تمشي رواندا، لان رواندا مفتكرين الدول الناميه بقت الدوله 16 في العالم. انا رواندا استغلت 200 بقت يلا الدوله 16، في دول في اوروبا ما زي رواندا. يلا الحديث عن انهم ذاتهم انشأوا مصانع بتاعت هواتف ذكيه بصناعه رواندية محليه وطنيه تماما، يعني ده بوريك حاله البعد اللي نحن فيه لسه عن التقدميه، وليست التقدميه الطائفيه او المزعومه، لا ده بورينه نحن بعيدين يا شريف. الحكايه دي يعني انا اعتقد انه الان القيادات المعارضه دي فاشله تماما في انها تحدث اي تغيير، واختطفت المشهد فعلا ساكت. فنحن الان في بناء شباب مستقل جديد هم اللي يقودوا الاحزاب دي يا اخي، ما ممكن. يا اخي عشان انا اضرب لك مثل يا احمد، القيادات دي ليه ما دارت التاخير؟ على ثلاث على خمس اسباب ولا ست اسباب. اول شيء زول بكون ملياردير بكون عنده في حساب اكثر من كم مليار، ويشتغل بقى انت في انه مصلحته انه يشتغل. الحاجه الثانيه اولاده كله قاعدين برا بقى بدرسوا، البدرس في السودان منه بدرس اولاد المساكين اللي ما عندهم جامعات، ما مستطيعين. هو لو بقى مريض بمشي بيتعالج برا في اي حاجه لاقيه. ليه انه يحصل تغيير؟ التغيير محتاج انه، انا قبل كده خشيت في لايف قلت لهم التغيير محتاج انه الناس الزول البنون في الشارع اكثر مني انا، انا الزول ايوه المرتاح عندي، الزول زول البنون في المشحوب الشارع هو تايه داير التغيير، مواصلات. الزول الساكن في مايو هو داير التغيير، الزول الساكن في اقصى دار السلام هو داير التغيير، الزول الساكن في معسكر هو داير التغيير. التغيير ما داير الزول الساكن في الخرطوم ولا الزول الساكن في مبادر الراشدة ولا، لانه هو ممكن يستطيع، لكن الزول لا ساكن في مايو ده لا عنده كهرباء لا عنده مواصلات لا بمشي شغل لا عنده بنون في الشارع اولاده مشردين لا بمشي مدارس، لا ده زول داير التغيير. لما نتكلم عن التغيير عشان نضرب مثل، الدول الاوروبيه طورت كيف؟ انا قاعد في النرويج، انت عارف النرويج دي قبل 45 سنه ولا قبل 30 سنه، النرويج دي كان من الدول اللي بتجيب لاجئين عشان يعلموهم انهم كيف يستمروا على البلد. النرويج كلها 5 مليون، النرويج عندهم احتياطي بتاع 250 سنه ممكن ما يشتغلوا. الناس دي تعرف عندهم شنو؟ والله عندهم كلها ثلاثه حاجات، عندهم سمك وخشب وبترول. البترول بيشيلوا منه 1%، نسبه الاسم بتاع البترول في السنه بيشيلوا منه 1% من الميزانيه. عليك الله، الناس عليك الله اللي ما عشان شغالين الحرية في والتغيير السمك حقه يسمعوا الكلام ده ويستفيدوا منه القيادات اللي بتعضعضوا دي. عشان تشوف البلد دي كيف. انت الليله انا مش لاجئ قاعد في النرويج ده 5 سنة، بخش الموقع بشيل قروش البترول ده كل ساعه اعمل كم، ما في حاجه اسمه فساد. اي مواطن من حقه يشيل قروش البترول نازل كم اداه عادي طق 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 زي الاداه السكان. انت من تخش في الموقع شباب بتشيب شباب البترول ده شيراتكم والله شيراتكم يا شباب، شير اسفل الشاشة على يدك اليمين زي لايك، الكلام ده مهم جدا يا جماعة، يصل برضو لغيركم فشير ولايك. واصل شريف. النسبه بتاعه معروف اي زول كده. والحاجه الثانيه، الدوله هنا بتوفر لك اي حاجه، بقول لك دوله الرفاهيه، الدوله الرفاهيه اي مواطن في الدوله السودانيه زي ما انا قلت لك ناس ماي والناس البنون في الشارع، ما في البنون في الشارع سواء كان مجنون ولا صار، اي زول من حقهم في الدوله دي يستفيد منه. انت بقيت مريض من حقك تاخد من الدوله، لان الدوله فيها بترول وانت بتدفع ضريبه قبل كده ولا ابوك بيدفع ضريبه. ولا اخوك بدفع ضريبه. عشان كده انا هنا داري اي زول يحترم، اي زول يحترم الثاني. الدوله الوحيده، الدوله فيها 5 مليون قلت لك ما فيها موارد. النرويج دي لو قارنتها بالسودان يا اخي، الدوله اللي قلت لك فيها بترول وعندهم سمك، عندهم بترول وعندهم سمك وعندهم خشب غابات. الناس اللي بيشيل 1% من الميزانيه بتاع السنه، 1% من الميزانيه بتاع البترول في السنه بيستخدموه، الباقي كله بخزنه للجيل الجاي. بيقول لك ما بخزنه، بخزنه للجيل الجاي. الناس اللي بس بيستثمر سمك وبيستثمر، عشان نشوف الناس اللي بيستفيد كيف. الناس اللي جابوا واحد سوداني قاعد يقدم دكتوراه هنا، الزول ده بده انه اضرب 40 اضرب 4 في 6 كم؟ قريب الزول ده بيصرف قريب 200 وكم مليون في السودان. انت عارف الزول جايبينه عشان يتخصص شنو؟ عشان يتخصص لسمكنا البلطي هناك داري يزرعوه في السودان. الزول ده انت جايبينه، الزول ده بعمل ماجستير هنا في الجامعه هنا عندنا هنا ده، بعمل ماجستير جايبينه من السودان، زول اللي قرا في السعوديه لكنه سوداني اصلا مقيم كان خلى الجامعه، جايبينه عشان يزرع البلط بتاع الدوله السودانيه يزرعوه في النرويج. هل هيعيش ولا ما يعيش؟ لانه مويته مالها. شوف الناس بيفكروا كيف، بيجيبوا لك زول سوداني لانه هو زول عنده تخصص في السمك البلطي، والزول ده قاعد في الجامعه هنا بحضر لهم. الزول ده بدوه في الشهر اكثر من 200 مليون سوداني عشان يواصل دراسته بس، يعني موفر له كل حاجه لانه بيستفيد منه. نعم الحاجه الدارة ارسلها رساله، انا لازم نتوحد عشان الدوله السودانيه تمشي، لازم نتوحد. والله في حاجه واحده
دولتنا دي غنية بكل حاجة. أنا هي لازم نتوحد ونطرد العجائز ديل، نحترم أبهاتنا ما قصروا أعي ربونا، لكن مستواهم ما بقدر يحكمونا. أنا هنا جيل جديد نحكم نفسنا بنفسنا، ونقدر نطلع برا الدولة السودانية برا الأمان. الدولة السودانية دي بتحكم بالشباب، الدولة بتحكم بالشباب، العالم كله ماشي بالشباب. أنا هنا شباب لازم نتوحد ونخلي التخوين، الناس تخلي التخوين انه فلان ده وفلان ده. انا لغايته ما قد ادافع لزول، لكن شنو الانسان يطلع من التخوين، عشان لما نطلع من التخوين نقدر نكون دولتنا هنا، ونلتف حول الغايه. الزول الداري يغير الدوله السودانيه. انا هنا كشباب بنغير، التغيير ده بيجي من نفسك انت كشاب. انت بتلم ثلاثة أربعة نفر من أولاد هلتكم بتشرع لهم الحاصل، والله يا أخي الحاصل كذا 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 كذا. الدولة عشان نبنيها بنبنيها عن هنا الشباب في الحلة. أنت عامل جروب وصي خمسة نفر، الخمسة دول يوصوا خمسة نفر، الخمسة الباقيين يوصوا خمسة نفر، فشيء نلقى نفسنا فتنة. عن هنا ما عندنا علاقة بالأحزاب القديمة، الكيزان والأحزاب القديمة، نصادق المهدي، الحزب الشيوعي، كل الأحزاب دي أحزاب سياستها معروفة، ما عايزة مصلحة الدولة السودانية، بيشتغلوا لمصالحهم لان اولادهم بتجروا برا وهم عندهم تجاره شغالينها في الدوله السودانيه، ما عايزين اي زول يجي غيرهم. أن هنا كشباب نتوحد بنشيلهم، الناس زي بنشيلهم سواء كان بثوره نصحها مسار الثوره، ولا سواء كان بنشيلهم بانتخابات عديل. لو اتوحدنا عليه بنشيلها بانتخابات، بعد ذاك نجي نبني نقعد هنا كشباب نعمل حوار كشبابي، ونقعد زي ما قال عبد الواحد الناس كلها تيجي تقعد عجايز يلا عشان كده انا بقول لك اللي بيمنع الشباب شنو انهم يكونوا هم قاده المرحله. يعني كثير من الشباب بيقول لك نعمل شنو، يعني انت كيف كشاب مستقل تضعف نفسك للدرجه دي؟ يعني ما انت انا هنا بنعمل شنو انت الليله ده؟ انا هنا كشباب انت ما تفكرت، ما تفكر انا بعمل شنو. انت حاول ادرس الدول اللي ما فاتت بالشباب دي وصلت ذات مرحله. ما انا بفكر، انا بطلع بدرس بعين في الفيس كمان يعني بيختلف. قبل 4 سنة ولا 5 سنة انا هنا ما كنا عندنا لايفات بنقعد نتواصل مع بعض بنشوف العالم كيف. قبل 5 سنة ولا 6 سنة منو كان بايف رواندا؟ ما في زول كان بايف رواندا، نكون واقعين. رواندا دي عرفناها قريب، ده بعد ما الاولى ما جات بكي يطلعوا طيب. حاجاتهم. انا شاكر لك جدا استاذي الكريم سلمان، لو جايز شكرا لك يا شباب. والله يا جماعه شريف كلامه ممتاز جدا وكلامه واقعي وكلام منطقي شديد. مرحبا بكم كلكم بكل الشباب المعانا خلاص. لكن يا جماعه انتوا الان عاينوا الوضع اللي نحن داخلين فيه، يعني عاينوا انه الان الناس مواصلات وقود ما لاقياه، وديل بيجوا بحدثوك عن دوله مدنيه. دوله مدنيه دي والله العظيم على جماجم الكادحون للاسف خلاص. الدوله المدنيه دي على دماء الشرفاء، بعد ما اتكتلت الناس وكده يجوا يساوموا بدمائهم بثمن بخس خلاص. زي ما قلنا جبيل بيقول في المواصلات سلمان ربك يدي العافيه ويكون في العون. كريم انا قبلت الدعوه، قبلت الدعوه ما اعرف معناها الشبكه. يا اخي شكرا شكرا لك انت والمتحدث اللي قبليه، انا اشكره والله. يعني ده يا احمد ده فايده بتاعت التجارب بتاعت القربه، ولما ناس تشقوا الديار يعني بتاع ناس اخرين ده كده الناس بيستفيدوا، يعني رغم المعاساه اللي نحن قاعدين نعاني بره من القربه وكده، لكن نجد تجارب البلد بيستفيد منها. يعني لا يمكن انه امثله اللي دول ده ضربوا ده انت تتعلمها وانت داخل السودان، مستحيل. يبدو انه الصوت بيقطع، ودي من مشاكل اللايف. كويس طيب في بس الدائر دعوة، ممكن يكتب دعوة نحن نعمل له الدعوة. جبال حاولت لك يا أمين، لكن ما تم الرفض
اللي هو دي معناها دعوة القديمة يا هناي. طيب كريم تاني عملنا لك الدعوة كويس. طيب معايا كريم؟ معلش اول ما تيجي تدخل والناس بيقوموا بيتصلوا لك قصدا طبعا عشان يعملوا اناي. فعلى كل حال يعني انا داير اتكلم شويه عن المفاوضات اللي قاعد يحصل في جوبا، وبعد ذاك برضه محاكمه بتاع بشير اللي انت ذكرته حاجات مهمه جدا. بالنسبه للمفاوضات يا احمد، يعني في حاجه قاعد يحصل وحصلت في المفاوضات الثانيه كاحتيال لشعب السودان. الناس دي بيمشوا بيقوموا بعض الشخصيات من الدارفور هناك باعتبار ممثلين للمعسكرات وكلام زي كده، والناس دي ما ممثلين لاي دور. بيمشوا بيلموا ناس كده من عندهم هم سواء كانوا نقاط او غيرهم، بيمشوا بودوهم ناس دي ممثلين لناس اللي قاعدين في المعسكرات، والكلام ده كذب صراحه. احنا ما دايرين اي دور كمواطن سوداني عادي يمشي هناك وهو ممثل. نحن عندنا فعلا حركات قاعد يفاوض بيننا، ونحن نقدر نمرر قضايانا من خلالهم هم. اي قضيه عندنا هو ناس قاعدين يفاوضوا بيننا، هم السياسيين وبيطرحوا القضايا السياسيه حقنا ونحن وراهم. ولا يمكن انه في دول ثاني يجي قاسي قصاد الناس اللي يقعد. وبعد ذاك مره اللي فات في زمن النظام السابق يا احمد، كان الناس اللي جابوهم ناس الانقاذ باعتبارهم ممثلين للاجئين كانوا بينتقدوا الناس اللي بيفاوضوا باسمهم ذاته والحركات المطلعه. بعد الكلام ده قاعد يحصل هسه حاليا برضه، ده استهبال كبير الناس ينتبهوا. الحاجه الثانيه بالنسبه للمحاكمه بتاع بشير، وحاجه مهم جدا جدا انه بشير لازم يسلم للمحكمه الجنائيه الدوليه، وده مطلب بتاع كل الناس المتضررين من قضيه دارفور وجبال النوبه وكل ناس السودان. فهسي المحكمه اللي قاعد يحصل التمثيليه ده استهبال يا احمد، والغرض منه السنين. وعرفنا قالوا انه لو تم حكم على بشير في السودان معناه ما يسلم للمحكمه الجنائيه حتى يتم الحكم بتاعه في السودان. فده استهبال الهسي من اجل هم دايرين يحكموه اي محاكمه كان 5 سنة ولا 10 سنة ولا اي حاجه عشان يحصلوا تسليمه للمحكمه الجنائيه الدوليه. فالكلام ده يكون مفهوم للشعب السوداني كله ومكشوف جدا يعني جدا. انه في خطه هيحكم على بشير ممكن ب 10 سنه ب 5 سنه المهم يحطوه في بيته عشان يودوه المحكمه. ايوه بس عشان عشان بعدين ما في انت تقدر تفتح قضيه بالزول اوريدي محكوم ما لم يتم الحكم بتاعه ده. فده حاجة اللي هسي استهبال القاعد. وأنا مستغرب جدا ناس قاعدة ساكتين على الكلام ده، الحكومة الانتقالية ساكتة الآن على الجريمة اللي هسي قاعد يحصل باسم الضحايا وباسم المجرمين باعتبار إنه بشير قاعد يتحاكم ب 25 مليون مهزلة مهزلة واستفزاز للشعب السوداني. فلازم الشعب السوداني يعي الكلام ده ويعرف إنه حاجة تانية. ليه مثلا نحن دايرين بشير يتحكم في المحكمة الجنائية الدولية يا أحمد؟ لما بشير حكم المحكمة فايدة شنو؟ الناس كثيرين قاعدين يجوا يقول لك لا لا دايرين بشير ده يحكموا هنا بالإعدام ويموت وكلام زي كده. نحن عندنا حقد على زول انه يموت ولا ما يموت، ولا دايرين تعذيب بتاعه ولا اي حاجة. نحن دايرين اول الناس اللي هو قتلهم ده على الاقل يلقوا انصاف، يلقوا انصاف. لما يتحكم بشير الانصاف بيجي لانه القضية يا احمد محول من المحكمة من الامم المتحده، مش محكمه جنائيه ما جابت جديد. يا اخوانا عشان الصوت ده ينضف شيراتكم للفيديو، عشان الصوت ده ينضف شير لايك للفيديو. مجلس الامن هو اللي حول الجديد ده للحايا، الناس يفهموا الكلام ده. فلما لحايا يقوم يحكم على بشير، الجديد بيرجع لوين؟ قال بيرجع للمجلس الامن نفسه. فمجلس الامن هو اللي مسؤول بعد ذلك يجيب الناس، يجيب لكل المنظمات الدوليه عشان يرجع الناس في اماكنهم، وبعدين بعد ذلك يبني لهم منازلهم. والكلام ده كله بيتم الزاما للامم المتحده انه يعمل الكلام ده، حتى لو دوله السودان ما عملت. فدوله السودان ما عنده اصلا ذات قروش حتى حاليا، لو حتى حكموا على اي شعب من شعب دافور بمبلغ ما عندنا ذات قروش عشان يقضوا للناس دي عشان يرجعوهم وكده. والكلام ده ذاته بخفف لنا نحن كشعب سوداني، ونحن ذاتنا ليه ذاته بشده داير يحكموا في السودان عشان الناس يجوا يلموا لنا عبد الحي والناس يكوروا في راسنا ويتذمروا فينا وكلام زي كده. يقعدوا هناك في محكمه جنائيه دوليه ان شاء الله يحطوه تحت الثلاجات ولا مراوي ولا اي حاجه، نحن ما بيهمنا.
بيهمنا الانصاف للضحايا والناس اللي قاعدين بيموتوا بصفه يوميه. وبعدك بشده ليه الناس دي خايفين؟ لانه بشد زي ما انت حسي قاعد تقول انه لو ودوا ناس بروحان في المحكمه حيجروا معاهم ناس، نفس الشيء بشده لو صلبوه في دعاي حيجروا معاهم ناس كتير جدا من غير الناس ال 51 الاوريدي معروفين ومدعمين. فمن غير كده يا احمد ما بيجي حل في السودان، ولا نحن كضحايا نقبل انه بشير ولا اي واحد من الناس اللي كثر احدنا يتحكم في السودان. لان السودان انت تعرف انه قانون بتاع دوله السودان ما فيه لائحه انه بيحكم على الجرائم الدوليه، ما فيه ولا الجرائم بتاع الاقتصاد حتى الدستوريه ما عندنا، هيجيبوا يحكموا بالدستور يعني. نحن من اصل بعدين نيجي نقعد نعمل دستور جديد، نعمل قانون جديد عشان نحكم بشير ده بعد معنا كم سنه. كلام ده كلام صارخ جدا جدا وما يصير. عشان كده احنا حسي الناس دي الثوره ده ما نقدر يعني. الثوره السودانيه ما نقدر. ونحن دعينا جدا اكتوبر 21 اكتوبر يستمر. وحاجه الاهم اكتوبر يا احمد استبعاديه الشباب رجال كل الرجال من حاجه صعبه اليوم يعني. جدا قادر يستمر. النادل خافوا جدا، النادل أجلوا هم كذابين يا أحمد. ليه؟ قالوا في الأول بكل وضوح القادة منا قالوا نحن ما بقى 21 أكتوبر. ليه قالوا يقول إنه أنا كويس؟ فهم يضحكوا على الشعب السوداني بكل وضوح بيكذبوا في وادي النهار، لأنه ما ممكن أنت تقول إنه أنا ما مع 21 أكتوبر، لما تشوف إنه الشعب السوداني كله واقف مع 21 أكتوبر، أنت تيجي ترجع تقول إنه نحن مع 21 اكتوبر ونحن نحدد المسارات وكلام الفارق الاسي هم قاعدين يقولوا ده. بعد ده اللجان لازم يستغل وهو اللي ياخذ زمام الامور. ما في زول يقود شعب السوداني بعد اليوم باستهبال. نحن نقود نفسنا بنفسنا ونحن اللي اختار هذا بتاع الناس، اديناهم فرصه وفشلوا بكل وضوح. ويا ريت لو كانوا صادقين معنا، لكن كذبوا على الشعب السوداني بكل وضوح. وكل مره يمشوا يكذبوا كذبه جديده ويتضح انه كذبتهم ده هم زادوا بيجوا اكدوه تماما للشعب السوداني. ما اعرف غايه الناس دي كلها بتشكي بمشكله في الصوت. المشكله الناس دي كلها بتشكي بمشكله في الصوت. الصوت ان شاء الله كده واضح. هل الصوت كده جبيل؟ شير 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 للفيديو، لانه عارفين لما تستضيف مكالمه بتتعب يعني التعب ده. خلاص نحن بالمكالمات دي بنقصد انه الناس كلها تقول اراء، بالمكالمات دي بنقصد اكبر كميه من الناس تقول اراء وتقول افكار وكده. فشير للفيديو الان عشان نقدر نكمل. يعني مش بنقول الكلام ده عشان اللايف يمشي بس لينا كده ولا كده، لا، وانما من اجل انه الفكره ذاتها تمشي. خلاص اذا يا جماعه علينا كلنا نكون واضحين جدا، نكون فاهمين اللي بيحصل الان. اللي بيحصل ده عباره عن لعب بتاع كراسي. اللي بيحصل ده كله عباره عن صراع سياسي ايديولوجي ما بين الاحزاب، خلاص، اليساريه واليمينيه. اللي قاعد يحصل ده الان عباره عن فوضى. اللي قاعد يحصل ده مودي السودان التوج. اللي قاعد يحصل ده الان مودينا لاقصى البلاد. اللي قاعد يحصل الان ده كله اكل لاموال الشعب السوداني وكله ضياع وكله فوضى. انت لو داير تصلح معي تعال يا جماعه نقدم اطروحتنا، نحن كشباب مستقلين ذاته، نقدم اطروحتنا وافكارنا للشعب السوداني، نحن بنشوف انه الشباب المستقل يمكن من خلال اجهزه الدوله العدليه والتنفيذيه والتشريعيه بنسبه لا تقل عن 60%. الشباب المستقل اللي بيمنع شنو في الموضوع ده؟ خلاص اللي بيمنع شنو؟ الصوت واضح الان يا شباب ولا ما واضح؟ الصوت واضح لكم الان ولا ما واضح؟ هل ما زال الهجوم على اللايف شغال؟ هل الصوت واضح عندكم؟ لانه شايف في ناس قالوا الصوت ما واضح. هل الصوت واضح عندكم الآن؟ لو الصوت واضح يا ريت الناس تورينا يعني. زايد شيراتكم ولايكاتكم. أدهم بيقول تمام. خلي بالك بيقول واضح. إسماعيل هارون بيقول واضح. وأيضا أمين بيقول واضح، سلمان بيقول واضح، عبد الله بيقول واضح، وآدم بيقول نعم واضح. إذن تمام، عبد الله بيقول أردن بس. طبعا سلمان آدم اللي بيقول واضح ده يا جماعة تحت كثير منكم بيقول لاقاو، ده من أسود الحراك الوطني ومن أسود الشباب المستقلين. ومن الأسماء اللي تجر وراء قواعد شبابية كبيرة جدا، ومن الأسماء اللي نافذة ومؤثرة في جميع الاتجاهات. كويس؟ في جميع الاتجاهات
في داخل الحراك. الزول ده مؤثر جدا، وزول من الافاتارات، لو لقيناه في المواصلات لكان دخلناه. والله الزول ده اخر مره حتى اعتقلنا سوا كلنا، انا وهو وشقيقه الصادق والجماعه دي. كويس والله يا ابو عبيده، اسمك ده غلبني كله كله، والله غلبني كله كله. خلاص كبرنا، ده كله من سلمان، ده شفت سلمان ومعاه مجموعه من الحريه والتغيير ويتحملوا ياسين وانا ما قدرت عائله. كويس طيب. فدي دي 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 نقطه. خلاص طيب، تاني نواصل. نقول قال يا لو ملاحظ يا احمد، مجرد ما الحزب الشيوعي طلع بيان دعم فيه الموكب تبعه التجمع، وده دلاله على انه الحزب الشيوعي متحكم بالتجمع وضاغط عليه. بالضبط يا عمور، بالضبط. في مع المهنيين ده ما عنده اي راي ولا عنده اي قرار ولا عنده اي قياده. خلاص اذا ما كان هم مشوه زي ما دايرين الحزب الشيوعي، والحزب الشيوعي فشل فشل قبل اليوم، ما حكم في السودان ده ديمقراطيا. اتحدى يقول عنده زول نجح ديمقراطي يا اخي. اقول لك كده خلاص، اقول لك حاجه، اختصر لك الموضوع، اتحدى العالم ده كله جيبوا لي واحد شيوعي جاب انتخابات على مستوى العالم. شت جيب لي واحد من الشيوعيين جاب انتخابات، ما في، كلهم بيجوا تلبط بالدبابه ويجي يقول لك قال هذا النظام القمعي، انتوا اكبر قمعين. لو بيقولوا لك كوبا، امشي شوف فيدل كاسترو راول كاسترو سووا شنو في الشعب، شوفوا تزوير الانتخابات وشوفوا قتلهم للناس اللي عملوه. لو بيتكلموا عن ماوتي سيتون كشيوعي، ماوتي سيتون قاتل اكثر من 5 مليون بني ادم. لو بيتكلموا عن جمال عبد الناصر، من اكبر السفاحين على مر تاريخ السودان. لو بيتكلموا عن نميري وعن ابو القاسم محمد ابراهيم، قتلوا عشرات الالاف من الشعب السوداني. جيب لي نظام شيوعي واحد نجح. تشاوشيسكو هناك في رومانيا عمل في الشعب شنو؟ ده مثال الحزب الشيوعي في العالم، ده المثال بتاعه. نحن ما قاعدين نألف فيه ولا قاعدين نجيب فيه قصة معايا، ده الكلام الحاصل الآن. إذا الحزب الشيوعي عنده زول فاز في انتخابات حرة نزيه، قابل ناس في اللايف بس سيجي في اللايف ده، يقول أنا خلاص، يقول انا الكلام ده. عليكم السلام، سلام جديد. الله يحييك، تسلم شباب. شيراتكم اسفل الشاشه على يدك اليمين، والله اسفل الشاشه على يدك اليسار، عشان ما يقطع علينا المداخله. نسمع سودان جديد ده داري يقول شنو. شير ولايك للفيديو يا شباب بسرعه، ارجموا الناس اللي دارين يقطعوا الفيديو. تفضل يا استاذ سودان جديد. اولا شاهدين مع ثورتنا، خرجنا من أجلها وقدمنا مزيد عديد من التضحيات، وما زلنا هنقدم كل يوم كل لحظة في أي وقت. إذن نحن منتظرين إنه يوم 21 أكتوبر هتكون يعني ساحة التغيير في السودان الوضع الحالي، ونتمنى إنه مزيد من الانتصارات للشعب السوداني، ونتمنى مزيد من التفاؤل في اتجاه الثورة، لأن الاتفاقيات الجارية الآن لا تفيد شيء ولا هتعني أي حاجة. حيزنا حنين نستمر في انتفادتنا الثورة المجيدة، الثورة ديسمبر، حيتحقق كل المطالب الشعب السوداني. إذن إحنا الليلة شاهدنا عديد من النازحين في المعسكرات النزوه، انتفروا ضد الاتفاقيات ما يجري الآن في 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 الصوت واضح ولا بقطع يا جماعة؟ انا ما اعرف الصوت كويس. يعني هنا ضد الاتفاقيات الجارية الان في 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 جوبا، برغم انه بوجود هناك عديد من المعارض مسلح، لكن اذا كان هناك يعني النازحين رافدين انه هناك لازم في الخلل، انه يعني ما في اي يعني تحقيق المطالب، لانه هم عارفين انه النازحين يعني ما زال المرتكبين الجرائم، ما زال من قتلهم من شردوهم ومن سبب وجودهم في المعسكرات النزوه هم ما زال موجودين في تحت الحكم. اذا لا فيها تغيير بوجود مرتكبين الجرائم ومن قتل الشعب السوداني في تحت الرئاسه، لانه ما في اي تغيير. انا ما اعرف في شباب كاتبين الصوت ما وادي ولا ما اعرف انت صوت وادي يا احمد، هو الفيديو زي اللي بيقطع تقريبا. طيب
كده صوت ضاع تماما، بقى ما في خلاص. تماما عصام ضو البيت بيقول دعوة. طيب كده عملنا لك كويس. نشوف تاني منو اللي عنده الدعوة. خلاص دي الرسالة مشت. يعني يا اخوانا شايفين انتو ده الهجوم على الناس اللي بتقول آراءها. خلاص والغريب الشعار حرية سلام وعدالة كويس، والثورة خيار الشعب. يعني الغريب انه ده الشعار، يعني بيقولوا حرية سلام وعدالة، اول ما نجي نهاجمهم هنا في اللايف ده مباشرة بيقوموا يقفلوا الفيديو على طول. خلاص بيقوموا يهاجموا الفيديو. ليه؟ لانه يا اخي في حقائق هم ما عايزينها تطلع. نكون واضحين جدا. خلاص فلذلك نحن دوما بندعو، لانه الحساب في مرحلة جديدة بيحتاج تكاتفكم كلكم، بيحتاج وقفتكم معه، بيحتاج. يعني هسه اقول لكم حاجة، انتوا اللي بتشاهدوا ديل حوالي 1100، خلاص في اللايف لما نديك 200 معناه 2000، يلا معناه 2000 واقسمها على النص، خلاص معناه 1000 كويس. لو ده 5000 معناه 25000 وكده. خلاص فشنو انا هسه اتحداكم، خلاص اي زول منكم يعمل 5 شير بس في جروباته ويعمل لايك، اتحدى تاني الفيديو ده كان يقطع، اتحدى تاني الفيديو يقطع. خلاص بس دي النقطة. لكن لما يلقوا انه مثلا الناس مايلة على التفرج فقط الهجوم بيكتر، يعني فهمت بيأثر. طيب بالنسبة لكلام أزوري، أزوري بالنسبة هناي كانوا بسموه الاشتراكي المتجدد، خلاص بالنسبة لهوجو تشافيز، ورفض الحزب الشيوعي انه يقيف معاه بالمناسبة بشكل كبير في الانتخابات كويس. وكان لما نزل نقول عليه اقرب للمستقل، وظلوا الشيوعيين يحاربوه زي ما حاربوا نميري في السلطة. خلاص فبالتالي ما يقدر الحزب الشيوعي يقول انا جبت زول مستقل في كل العالم، ما يقدر ما يقدر. خلاص كل الشغل بتاعهم شغل ديكتاتوري، شغل طغياني، شغل كده 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 كده. الكلام ده عشان انه يقوم يتصلح، الكلام ده داير سنوات، دايره توعيه، دايره 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 دايره، كلام كتير جدا كويس وكده. فالتحيه لكم يا شباب مثنى وثلاث ورباع، التحيه لكم جميعا ابا واما خالا وعما. شكرا لكم اللي شاهدتوا اللايف، خلاص شكرا لكم كتير، وان شاء الله نوصل رسائلنا في اي وقت تاني. تحياتي.